الاستثمار في مجال العقار. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب. سيد الرئيس المحترم، سيدة الوزيرة المحترمة، سيد الوزير المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون، نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمواكبة وتسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار ببلادنا. كلمة لكم السيدة الوزيرة. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار على طرحكم لهذا السؤال. خارطت الوزارة في مسار تشجيع الاستثمار من خلال تعزيز الأرض الترابي الموجه له من خلال إعداد وثائق التعمير وتبسيط المساطير وإرساء تدبير حضاري محفز للاستثمار، حيث يتم العمل على إخراج وثائق التعمير للمجالات المتروبولية المصادق إلى حدود شهر يونيو 2023 على 31 تصميم تهيئة للمدن الكبرى والمجالات التي تعرف ضغطا معماريا، وبناء على عقود الأهداف ديال 2023 مع الوكالات الحضارية يتوقع بموجب وثائق التعمير فتح 84 ألف هكتار كمناطق مخصصة للأنشطة وأكثر من 20 ألف هكتار كمناطق مخصصة للمشاريع. كذلك صدرنا واحد الدورية موجهة للوكالات الحضارية بخصوص إعادة الدراسات للمشاريع التي لم تحظى بالرأي الموافق، وكذلك الدراسات القبلية للمشاريع والتي مكنت من الموافقة على ما يقارب 1540 مشروع بمجموع استثماري يقدر ب 14.5 مليار ديال الدرهم، واللي تمكنوا باش نخلقوا 68 ألف منصب شغل. هذا السنة الأولى ديال الحكومة. هذه السنة عودنا درنا نفس الدورية واللي هي تتفعل حاليا، وغادي يكون عندنا إن شاء الله عن قريب الأرقام، وهذا تيبين بأن تنعطيه فرصة ثانية للمستثمر باش نشجعوه في الاستثمار. تسريع وتيرة دراسة مشاريع سنة 2022 وصلنا ل 113 ألف مشروع، من بينها 20% من المشاريع الكبرى، حظي 42% منها من الموافقة بمجموع استثماري يقدر بأكثر من 53 مليار درهم. كذلك صدرنا واحد الدورية بخصوص تسليم مذكرات المعلومات التعميرية، ودابا ولات كاع 100% رقمية باش نشجعوا المستثمرين تكون عندهم المعلومة والوثائق التعمير فاش تنأكد على المدن الكبرى. هذا هو الدور ديال المستثمر، إلا جا عرف على الأقل اش غادي يستثمر، فين غادي يستثمر، وتكون عنده المعلومه والمعلومه مضبوطه ومؤكده، وعشر سنوات ما كاينش اللي يقيس ليه هذاك الاستثمار ديالو. وضع بوابه كذلك وطنيه للعرض الترابي في مجال الاستثمار كمنصه وطنيه رقميه، ونشتغل حاليا على تحيل الاطار القانوني المؤطر للتعمير بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، بحيث تمت برمجة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية في مجال التعمير والبناء والتجزئة، من بينها مشروع قانون بتغيير وتصميم القانون رقم 1290، وكذلك القانون المرتبط بإحداث الوكالات الحضارية. وأخيرا وهذا قرار توقع البارح، هذا قرار واش باغي يكون عندي الوقت ولا لا؟ قرار توقع البارح من طرف وزير الداخلية والوزارة ديالنا اللي غايدير لو سيلونس بو اكسبتاسيون، حدد جميع الاجالات ديال القرارات الإدارية المرتبطة بالبناء، إلا تجاوزات تتسلم من طرف الإدارة واحد الوثيقة اللي تتقول لكم راكم اوتوريزي. في أمان الله. وهذه سي اون ريفوليسيون. شكرا لك السيدة الوزيرة المحترمة، أعيد الكلمة للسيد المستشار المحترم في إطار التعقيب. تنشكركم سيدة الوزيرة المحترمة على جوابكم الغني بالمعطيات. يعتبر قطاع العقار محركا حقيقيا للاقتصاد الوطني بأكمله، لا سيما من حيث توفير مناصب الشغل والاستثمارات والعائدات الضريبية الهامة، غير أن هذا القطاع تأثر بشكل كبير بسبب توالي الأزمات، خاصة أزمة كوفيد ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، الأمر الذي أفرز العديد من المشاكل انضافت إلى ما كان يعاني منه القطاع منذ عدة سنوات. السيدة الوزيرة، إننا في الاتحاد العام لمقاولة المغرب نقترح عليكم بعض الإجراءات التي نراها ضرورية للنهوض بالاستثمار في هذا القطاع. أولاً، ضرورة مراجعة الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية
إذ يعاني المنعشون العقاريون من التأخر في إصدار تصاميم التهيئة الحضرية، والذي قد يمتد من أشهر إلى عدة سنوات، حيث تتوقف مشاريع البناء في انتظار إصدار هذه التصاميم، مما يترتب عنه تراكم واجبات هذا الرسم على عاتق صاحب الأرض. كذلك نطالب بإعفاء المنعشي العقاريين من TNB بالنسبة للأراضي اللي كانت لتجهزات، معالجة مشكل الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي، وكذلك تدخل الدولة من أجل توفير الأراضي المخصصة للسكن المتوسط والاقتصادي بأثمنة معقولة، مما سيؤثر بشكل إيجابي على ثمن البيع. لذا فقد حان الوقت للقيام بمراجعة حقيقية تؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي الذي يتحمله المنعشون العقاريون. كذلك تحيين بعض النصوص القانونية المنظمة للقطاع، منها القانون رقم 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المعمول به منذ سنة 1992، حيث أضحت بعض أحكامه لا تتلائم مع الوضع الحالي للقطاع العقاري، خاصة المادة 11 المتعلقة بمدة صلاحية الرخص للقيام بالتجزئة. أيضا العمل على وضع مخططات حضرية تشجع على الاستثمار في السكن الاقتصادي والمتوسط عبر الترخيص بالزيادة في عدد الطوابق وإلغاء شرط المرآة بالنسبة للسكن الاقتصادي. وفي الأخير فإننا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب نتمن المجهودات التي تبذلها وزارتكم، كما نتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة معكم في سبيل النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي ببلادنا. شكرا سيد مستشار محترم.